يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من البرنامج الترند. أولى حلقات هذا الأسبوع، دايما البداية بتكون مهمة وأخبار كتير بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته كمان خلال المرحلة الحالية للمباراة المقبلة أمام الترجي، أو المباراتين كمان، مباراة الذهاب والإياب في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. عندنا تفاصيل كتير وكواليس كتير بخصوص الأهلي، وعندنا كمان بعض الجوانب المحلية والعالمية اللي ممكن نتطرق ليها في فقرات حلقة الترند النهاردة، وأمور مهمة هنتكلم فيها كمان بالتحديد في أول فقرة من فقرات البرنامج. لكن مهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة بيتعلق بمباراة الترجي المقبلة، مباراة خلاص يوم السبت اللي جاي. فرأيكم أو شايفين إيه أفضل هدف الأهلي أحرزه في شباك الترجي خلال عدد كبير جدا من المباريات اللي اتلعبت ما بين الفرقتين، فرقتين كبار جدا ومن أفضل الفرق في قارة أفريقيا. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير كالعادة هناخد تفاعل حضراتكم. لكن دايما البداية بيكون ليها عناوين مهمة، نروح نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراة الترجي، وحقيقة عروض الاحتراف للاعبي الأهلي، وأخيرا في الترند العالمي، منتخب إيطاليا يحقق رقما قياسيا بعد فوزه على تركيا. طيب طبعا اليورو ابتدى، وامبارح كانت اولى المباريات، والنهارده استكملت هذه المباريات، وبالتحديد النهارده في ثلاث ماتشات جامدين قوي، منهم مباراه انتهت كانت الساعه 3 العصر، بخلاف مباراه امبارح اللي ايطاليا بصراحه تفوقت فيها بشكل كبير قوي قوي امام تركيا، وكسبت 3-0 باداء مقنع ومبدع من المنتخب الايطالي اللي واضح انه بادئ البطوله بمنتهى القوه. لكن مباريات النهارده في اليورو، ويلز مع سويسرا، دي مباراة لعبت الساعة 3 العصر وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كانت سويسرا تقدمت وبعد كده ويلز اتعادلت في الشوط الثاني. الساعة 6 مباراة ما بين الدنمارك وفنلندا، والساعة 9 مباراة أخرى قوية جدا جدا ما بين بلجيكا وروسيا. بلجيكا طبعا بالنجوم اللي عندها، لعيبه كتير جدا مميزين طبعا، سواء ايدن هازارد لو جاهز، لوكاكو احد ابرز نجوم الانتر ولاعب كبير جدا جدا، وعدد كبير من اللعيبه المميزه في صفوف بلجيكا، فالمباراه اكيد هتكون مثيره ومهمه جدا. وبلجيكا تبقى احد المنتخبات المرشحه للبطوله في ظل التطور المستمر للمنتخب البلجيكي تحديدا على مدار السنوات القليله الماضيه. طيب دي اهم مباريات اليوم، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى في بعض الامور والتفاصيل المهمه اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. طيب خلينا نبتدي معاكم سريعا، الريتم بتاعنا هيبقى سريع شويه عشان وقت الحلقه احنا عارفين بيبقى وقت ضيق، لكن عايز ابتدي بملف عروض الاحتراف اللي البعض بيتكلم عليه بخصوص لاعبي النادي الاهلي. الكلام ده يا جماعه كلام غير صحيح، واحنا هنا لما بنتكلم على المستوى الرسمي، والاهلي نفسه اللي بيتكلم على المستوى الرسمي. هل الاهلي تلقى اي عرض من العروض الاحتراف سواء من داخل مصر او خارج مصر؟ ما حصلش ابدا، ما فيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. طب ايه اللي بيحصل؟ الكلام ده بيطلع ليه؟ هقول لك انا ليه. دلوقتي كل وكيل عايز يبين اللعيب بتاعه بالتحديد اللعيبه اللي يكون عقودها قربت تنتهي، فانا وكيل لاعب من اللعيبه دي، فعايز ابين له ان انا بشتغل وان انا خايف على مصلحته وان انا عايز بقى افضل حاجه ليه وكلام من ده، فبطلع اقول تصريحات بالتحديد في التوقيت ده قبل مواجهه حاسمه زي مباراه الترجي وزي دور نصف النهائي من البطوله الافريقيه. ليه؟ استغل الفرصه، استغل الوضع الحالي ان الاهلي محتاج لكل لاعبيه، فانا كوكيل اطلع اقول اصل اللعيب ده انا عايز اخرجه الفتره الجايه، اصل اللعيب ده مش عارف ايه، فالاهلي كده بقى يعني ايه؟ الاهلي هيتهز وهيجري ها يرضي اللعيبه دي، او ان هو يتكلم معاهم في مفاوضات، وده مش هيحصل، ده مش هيحصل في الفتره الحاليه. هو اكيد هيحصل بعد الانتهاء من التحديات المهمه دي، اكيد هيحصل، هيبقى في كلام، هيبقى في تفاوض مع اللعيبه اللي عقودها قربت تنتهي. وانا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات في الحلقه الوحيده اللي طلعناها ان ايه، ان في توافق بشكل مبدئي مش على ارقام، الارقام لسه ما تمش التحدث عنها،
وما تمش التفاوض بخصوصها ما بين الاهلي ولاعبيه المحترمين واللي عندهم رغبه كبيره جدا في الاستمرار داخل النادي الاهلي، زي ما الرغبه عند النادي الاهلي في الحفاظ على هؤلاء اللاعبين المميزين. فبالتالي ده شغل وكلاء. هل ده التوقيت المناسب للحديث عن مثل هذه الامور؟ لا طبعا خالص خالص. الاهلي قافل على نفسه، اللعيبه نفسها قافل على نفسها. انت ممكن دلوقتي تقول لي طب ما ممكن يكون اللعيب هو اللي منسق مع وكيله يقول الكلام من ده. مستحيل مستحيل، لان في تجارب عديده حصلت السنه اللي فاتت بخصوص بعض اللاعبين اللي رحلوا على النادي الاهلي. وايه اللي حصل؟ الاهلي اتضر في حاجه؟ بالعكس، هم اللي اتضروا والاهلي هو اللي فاز بالبطولات، الاهلي هو اللي حقق انجازات، هم اللي اتطفوا والاهلي هو اللي دايما منور. لان هو النادي الاهلي عنده سياسه معينه وسيستم معين بيمشي من خلاله، واللي عايز يمشي اهلا وسهلا، اللي عايز يقعد احنا مرحبين وباب مفتوح جدا جدا. فاللعيبه نفسها بتتفاجئ. فانا بقول لحضراتكم في البدايه ايه؟ ان الوكيل بيبقى عايز يثبت للاعيب بتاعه انا بشتغل لك، هو انا عايز اعمل، عايز اجيب لك حاجه كويسه، انا بحاول ايه العب في دماغ المسؤولين في الاهلي. مش هيحصل، مش هيحصل. هيبقى في تفاوض، طبعا هيبقى في تفاوض، بس في التوقيت المناسب. وانا اكدت على حضراتكم اكتر من مره بخصوص الملف ده. فكلام بخصوص ان اكرم ممكن مش عارف يروح بيراميدز او مش عارف ناصر او فلان مش عارف يجي من هناك، ومفيش الكلام ده برده خالص على المستوى الرسمي، الكلام ده ما حصلش. وسوليا مش عارف يروح فين، واصل اجاي ايه، اصل علي معلول ايه، الكلام ده يا جماعه غير صحيح بالمره. وانا باكد على حضراتكم مرارا وتكرار، اللعيبه مركزه جدا في التحدي المهم اللي مقبلين عليه، عارفين مدى المسؤوليه ومدى اهميه المرحله بخصوصهم وبخصوص جماهير النادي الاهلي اللي عندها ثقه كبيره جدا فيهم، ومستنيين باذن الله بطوله دوري ابطال افريقيا رقم 10 بالنسبه للنادي الاهلي. ده ملف. الملف الثاني قبل ما اتكلم على استعدادات الفريق لمباراه الترجي، عايز اتكلم بالتحديد عن محمد مجدي قفشه. الراجل ده لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه. الست ايام الاجازه اللي خدوهم لاعبي النادي الاهلي، طبعا السليم منهم كان يعني بيصيف او اللي هو بيتفسح، حقه ما فيش اي مشكله في دي خالص طبعا. يعني دول ناس مضغوطه وناس عندهم يعني كان كم كبير جدا مباريات ورا بعض، ما بيريحوش، ما بيشوفوش اسرهم بالشكل الكافي او بالصوره الكافيه. لكن الراجل اللي بيتحمل المسؤولية عشان هو مصاب وعارف مدى حاجة الفريق ليه وبيشتغل على الأساس ده، وإيه بخلاف إن هو عنده أهداف عايز يحققها. يعني أنا عارف الأهلي محتاجني وأنا كمان نفسي ألعب لأن ده نص نهائي أفريقيا، ونفسي أبقى موجود، ونفسي أبقى كالعادة مؤثر مع الفرقة. الراجل ده عمل إيه في ست أيام؟ ده واحد بينزل من البيت الساعة 10 11 الصبح، بيوصل المكان اللي بيتمرن فيه تحديد الساعة 12 ونص واحدة، بيفضل قاعد للساعة 10 بالليل. بيعمل ايه في الفترة دي هناك؟ بيعمل جلسات على مكان الإصابة، بيعمل بعض الجلسات المائية. كان ده بتكلم على ست أيام الأجازة اللي كانوا الفترة اللي فاتت اللي انتهوا يوم الخميس. الراجل ده كان بيتغدى وبيتعشى تقريبا في المكان ده، ما بيروحش لأن هو عارف حجم المسؤولية اللي ملقاة عليه وعلى زمايله، وان هو عايز يكون مؤثر مع الفريق خلال الماتش اللي جاي، وعارف اهميه المباراه. انت هتلاقي فريق كبير جدا زي فريق الترجي ومنافسه صعبه جدا. فهي دي الشخصيه اللي في زيها في النادي الاهلي بصراحه، في زيها في الفريق الحالي. هي دي الشخصيه لازم تقدرها وتحترمها، تحترمها وتديها كل حق. محمد مجدي قفشه، فربنا يحميك يا ابني ويوفقك، ودايما ان شاء الله تبقى متالق. وبنسبه كبيره، مش بنسبه كبيره، خلاص اصبح شبه مؤكد ان قفشه هيكون جاهز لمباراة الترجي. هيبقى الاختيار الفني خاص بالجهاز الفني، طبعا موسيماني وجهازه المعاون يعني، لكن هل هيكون متاح؟ بنسبة كبيرة جدا جدا، والنسبة كل يوم بتزيد، هيكون متاح بالنسبة للنادي الاهلي في مباراة الترجي، مباراة الذهاب تحديدا. ده عكس محمد هاني اللي فيه محاولات لتجهيزه لمباراة الاياب، هو خلاص مش هيلحق مباراة الذهاب امام الترجي. ده بخصوص قفشه. طيب نطمن على بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق، واحنا عارفين ان الفرقة رجعت يوم الخميس اللي فات بعد اجازه ست ايام. بعد ما رجعوا عملوا مسحه مباشره، لان اللي سافر واللي خرج وكلام من ده، فطبيعي ان انت تعمل مسحه احترازيه تشوف تطمن من خلالها على اللعيبه. الحمد لله المسحه طلعت للكل بشكل كامل سلبيه الحمد لله، فالكل خلاص جاهز. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في مسحه بكره للفريق، دي مسحه السفر. السفر هيبقى يوم ايه؟ يوم الثلاث باذن الله على متن طائره خاصه، سفر مباشره ان شاء الله تعالى لتونس، العاصمه تونس، عشان نلعب المباراه
امام الترجي يوم السبت اللي جاي. اجاي واضح جدا انه خاسس، واضح جدا ان هو بقى فورمه وجاهز للفتره اللي جايه. واجاي يعني في ظل عوده علي معلول والتفاهم اللي ما بينهم الكبير جدا في الجبهه دي، فهنشوف جبهه ناريه بالنسبه للنادي الاهلي في حاله طبعا الاستقرار على مشاركه جونيور اجاي في هذه المباراه، لكن هو كمان بقى جاهز. فبالتالي الامور كلها هتبقى جيده. الفريق هيوصل ان شاء الله يوم الثلاث، يعمل مسحه كمان اول ما يوصل عشان يكون في اطمئنان بشكل اكبر بخصوص اللاعبين. طيب دي جزئيه مهمه. طيب الاهلي طبعا احنا عارفين الاهلي الفتره دي بيستعد لمباراه الترجي، فاستعدادات النادي الاهلي ركز معايا في الكلام اللي بقوله لك ده، بيبقى ليها اكتر من شق. شق بيتعلق، ماشي معايا، شق بيتعلق بالجانب الفني والتدريبي والجانب البدني بخصوص اللاعبين، وشق بيتعلق بالجانب الخططي بخصوص مين؟ الجهاز الفني وموسيماني، وشق اخر بيتعلق بالمؤامرات. فالاهلي هيعمل ايه؟ الاهلي زي ما عطل طياره البايرن ممكن يفكر يعطل طياره الترجي في مباراه الاياب قبل ما يجي، بحيث ايه بقى؟ ان الترجي يوصل مثلا، احنا هنلعبهم يوم كام يا جماعه؟ 26 صح؟ 26، فاحنا هنجيبهم يوم 25 مثلا عشان يبقوا تعبانين ويشاركوا في المباراه يوم 26، يبقوا مخلصين عليهم. يعني خلينا نعيش في الخيال ده شويه. فانت ايه؟ طبعا قدرت ان انت تعطل طياره بايرن قبل مباراه كاس العالم، انت كمان هتعطل طياره الترجي عشان الترجي يجي تعبان وتقطعه بقى وتخلص عليه بقى. فخلينا نعيش شويه في الاجواء الخياليه دي والمؤامرات دي. وانا اعتقد صاحب التصريح ده يعني، ولا بلاش خلاص، خلينا ما نتكلمش، لان الامور اللي زي دي بصراحه بتبقى غريبه وهي كوميديه لازم نضحك عليها شويه. فان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي ان هو يكون موفق في كل الاستعدادات الخاصه بالفريق قبل التحدي الخاص بمباراه الترجي. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقراتنا، يلا بينا. طيب الفريق بيواصل تدريباته واستعداداته لمباراه الترجي اليوم الثالث على التوالي. عايزين نطمن بشكل اكبر على الفرقه قبل هذه الموقعه الهامه جدا جدا، فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من خلال تواجده في استاد مختار التتش، ومن خلال كمان التدريبات اللي انطلقت منذ لحظات تحديدا في اطار هذه الاستعدادات. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل جماهير ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل احنا متواجدين في تمرين النادي الاهلي، لسه ابتدا منذ قلائل معدوده. التمرين كان الساعه 5 عصرا، ويمكن كان في محاضره مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين استمرت حوالي ربع ساعه عن مباراه الترجي التونسي. دعواتنا ودعوات كل مصر باذن الله، يا رب باذن الله، يا رب باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه باذن الله، باذن الله في المباراه الاولى باذن الله تكون في تونس يوم 19 باذن الله. باذن الله يا شريف، طبعا مباراة مهمة، بالتالي عايز اطمن من خلالك على كل الاستعدادات وكل الامور اللي بتتعلق بلاعبي الاهلي والمصابين وبرنامج كمان الفريق حتى موعد السفر يوم الثلاث باذن الله. يمكن برنامج السفر النهارده في تمرين الساعه 5، بكره باذن الله هيكون في تمرين الساعه 5 ايضا، وفي مسحه علشان خاطر السفر. يوم الاثنين هيكون اجازه، يوم الثلاث هيكون في تمرين في 10 صباحا، التحرك الساعه 1 الظهر الى مطار القاهره الدولي. الاهلي هيستقل طائره خاصه الى تونس. دعواتنا ودعوات كل مصر باذن الله نرجع منصورين باذن الله من تونس. ده البرنامج الخاص بسفر النادي الاهلي. يمكن المصابين من ساعه ما جيت النادي الاهلي من الساعة 2 ظهر وشايف الملعب شغال فيه ناس كتيرة بتتأهل، محمد هاني بدأ من بدري جدا على ثلاث فترات اليوم، قفشة نفس القصة، محمود متولي من خلفي بيجري، وأيضا التأهيل قفشة هو الوحيد اللي ممكن يلحق بإذن الله بإذن الله بإذن الله بنسبة كبيرة جدا بإذن الله. خلاص قفشة بيقترب في خلال ساعات بإذن الله يكون موجود مع تمرين من النادي الأهلي بشكل منتظم خالص. محمود متولي صعب يلحق طبعا، هيكون متواجد بعد ما الفرقة ترجع بالسلامة من تونس بإذن الله. نفس القصة محمد هاني بإذن الله ما يرجعوا يشوف
يشوفوا موقفه باذن الله. يمكن محمد هاني محمود بتولي ناقص محمد محمود باذن الله في خلال الايام برده ما يرجعوا من تونس باذن الله يلحق مع التمرين باذن الله وينزل التمرين مع النادي الاهلي. ده موقف المصابين. مستر موسيماني اتكلم مع اللاعبين النهارده في المحاضره محاضره فيديو، اتفرجوا على نقاط القوه ونقاط الضعف كل لاعب فيه على الايباد والتابلت الخاص به، ملخص لفريق الترجي التونسي، كل لاعب بيذاكر فريق الترجي التونسي. عاده مستر بيتسو موسيماني ان كل الفيديوهات الخاصه باي مباراه تتلعب بتروح لكل لعيب وبيناقشهم فيها، كل لاعب على حده بيساله الفيديو اللي جالك في الدقيقه مثلا 40 كان فيه ايه، فلازم اللعيب يجاوبه ولازم اللعيب يكون ذهنه حاضر معاه. لو ما جاوبش في مشكله كبيره جدا ما تحصل، اللاعب بيعرف على طول ان اللاعب ما ذاكرش، ان اللاعب ما بصش على الفيديوهات. ولكن ما شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي بتدرس اي مباراه او اي فريق بيلعبوه بيدرسوا على طول من بدري جدا، اللعيبه حابه كل دوت. واكبر دليل على كلامي قفشه ان ما فكرش ياخد اجازه، لا كان مستعد في كل الفتره اللي فاتت دي كلها، التاهيل كله عاوز يرجع، عاوز يكون مع لاعبي النادي الاهلي كالعاده. لاعبي النادي الاهلي رجاله، الاهلي ما بيقفش على حد، ولكن هم دول لاعبي النادي الاهلي حاسين بالمسؤوليه. ويا رب باذن الله باذن الله يكون اللي جاي ليهم خير باذن الله. من خلفي التمرين النهارده، التمرين هيكون حمله عالي جدا لان طبعا راجعين من اجازه، هيرفع الحمل الايام اللي جايه قبل بقى المباراه بثلاث اربع ايام هيبدا ينزل بالحمل. دعواتك ودعوات كل مصر باذن الله الاهلي يرجع منصور باذن الله من تونس. طيب يا شريف، بخصوص وليد سليمان، هل بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي؟ احنا كنا عارفين ان هو عنده اصابه في منشا العضله الاماميه. والسؤال الثاني عايز اساله لك وهو بيتعلق بشكل المران، هل التركيز على الجوانب البدنيه بشكل اكبر خصوصا بعد فتره الاجازه اللي تعتبر طويله بالنسبه للاعيب الكره، ولا في تركيز على بعض الجوانب الفنيه والتكتيكيه يعني من خلال متابعتك؟ الاول الناس اتكلمت على اجازه طويله جدا، مخزون البدني عند لاعبي النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا، فاللعيبه اصلا مجهده من كتر ضغط المباريات، فالمخزون البدني بعد ما رجعوا من ست ايام اجازه اكن ما فيش اي غياب خالص، ان المخزون البدني موقف اللعيبه على رجليها ما شاء الله. وليد سليمان بيشارك بكل قوه، التمرين في هذه الفتره بتكون بدني كتير جدا وبيبقى جزء بالكوره. النهارده هيبقى عشان التمرين هيكون فيه حمل قوي شويه، هيبقى تمرين بدني ومن بعده كوره، ما بين بقى تقسيمه ما بين التخصص على الجول، ما بين الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني، الجمل اللي هيبدا يشتغل فيها على الماتش ممكن يبدا يلمس فيها من دلوقتي مع اللاعبين على مدار الايام المقبله. فزي ما قلت لك زميلي امير، بدنيا الاهلي واقف على رجليه ما شاء الله، ما تحسش ان كان في غياب خالص، لان المخزون البدني عند لاعبي النادي الاهلي لسه بخير وواقفوا مع رجليهم باذن الله يكونوا موفقين. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير جدا على الفرقه واستعداداتها لمباراه الترجي، والسفر خلاص زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاث من خلال طياره خاصه، وان شاء الله المباراه هتكون يوم السبت الساعه 6 بتوقيت القاهره. مهم قوي ان احنا في المباراه دي باذن الله نحرز هدف او اهداف، يا ريت المشكله يعني، بحيث ان احنا يكون عندنا اريحيه نسبيه في مباراه الاياب. لكن طبعا الامور مش هتحسن في مباراه الذهاب اطلاقا، لان انت بتلعب فريق كبير وند كبير زي فريق الترجي التونسي. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا العد التنازلي لمباراه الترجي التونسي خلاص ابتدى، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للفرقتين، كل فريق عنده طموح واحلام بالوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا، مش بس كده كل فريق عايز يفوز باللقب. ان شاء الله الاهلي يكون هو اللي موفق بخصوص الفوز بهذا اللقب الغالي للموسم الثاني على التوالي. انا في هذه اللحظات معايا مداخله مهمه جدا جدا من تونس من خلال سكايب مع الصديق العزيز والاعلامي الكبير والشهير الاعلامي التونسي امير بوكا. يا امير اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، شنو احوالك؟ عامل ايه؟ الشهره عندك انت يا اخوي حبيبي. الحمد لله، فرحان برشا اني نتواصل معاك مره اخرى. نحب نحييك انت ونحيي كل الساده المشاهدين قناه الاهلي وبرنامجك انت الترند. برافو، نحب نقول لك من تونس مش مجامله، برافو برافو على العمل الكبير اللي تعمل فيه والخدمه اللي تخدم فيها، حاجه روعه ونتمنى لك كل توفيق. حبيبي يا امير، تونس وش السعد عليا، كنت مع الاهلي في تونس هناك في مباراتي النجم الساحلي والترجي، وكسبنا الاثنين وتاهلنا من خلالهم كترجي الاول، وكانت انطلاقه بالنسبه لي مهمه جدا، فبحب تونس والشعب التونسي بشكل كبير، وطبعا انت منورنا ومشرفنا. ففي البدايه عايز اتكلم معاك بخصوص مباراة الأهلي والترجي، وكيف طرأ هذه المباراة يا أمير ومدى أهميتها؟ مباراة أمير أنا سماها مباراة القرن،
حتى ولو كانت نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فهي بطعم نهائي دوري ابطال افريقيا. نعرف زوز فرق هذوما كبار القاره الافريقيه ترجي او الاهلي، لطالما دائما كانت المقابلات هذه بين زوز فرق الترجي والاهلي مهمه جدا لزوز فرق حتى ولو كانت في دور المجموعات. يعني الناس اللي بتتكلم كي تحكي على الترجي ضد الاهلي حتى لو كانت مقابله دور المجموعات حتى لو كانت وديه فديما تلقاها الطابع نتاعها جدي برشا بحكم تعرف القاعده الجماهيريه نتاع زوز فرق والعلاقه نتاع زوز فرق، مقابله من اجل العبور للنهائي من اجل الوصول للنهائي دوري الابطال افريقيا. زوز فرق يمكن الاهلي المتوج بالنسخه الماضيه، الترجي بالنسخ اللي قبله، هذاك علاش قلت انا نهائي قبل الاوان، يعني مقابله مهمه برشا للفريقين. وانا انت كنت تحكي قبيله على وجه السعد، انا بطبيعه كاعلامي تونسي نتمنى فوز الترجي، ولكن ديما نقول ان شاء الله تبقى وتتلعب المقابلات هذه فوق الميدان وتقعد ديما علاقات قويه برشا تربط الاهلي والترجي. طيب هسالك في كم نقطه مهمه جدا هي بتشغل بال جماهير الفرقتين سواء جماهير الاهلي او الترجي، وهو بخصوص الطلب اللي قدمه نادي الترجي بخصوص حضور الجماهير لمباراه الذهاب، ايه اخر التطورات في الملف ده؟ هو شوف، هو في الايام الماضيه امير قبل ثلاث ايام تقريبا جماهير الترجي الرياضي نزلت للشوارع في مظاهرات للمطالبة بحقها في حضور جماهيرها لمؤازرة فريقها في مقابلة مهمة كمقابلة الأهلي المصري. وما يخفى على حتى حد، ما يخفاش على متابعي قناة الأهلي ولا حتى الوطن العربي الكل، اللي قوة الترجي ولا جزء كبير من قوة الترجي تكمن في جمهور دائما يساند الفريق. نفس الشيء بالنسبة للأهلي المصري. يمكن هنا الفرق بين الأهلي والترجي بصراحة نقولها أمير، اللي بالنسبة للأهلي المصري حتى الاتحاد الكرة عندكم في مصر ولا حتى تعامل الصورات في مصر تدعم الأهلي المصري، مع الأهلي المصري لأنه فريق يمثل مصر. نفس الشيء بما يخص النصف النهائي الآخر مقابلة الوداد وكايزر تشيفس، فما دعم كبير في تونس نشوفه، فما مظاهرات أحزاب سياسية تخرج بالألاف ما فماش تصريح والأمور طيبة كيف ما يتقال. نشوف تظاهرات ثقافية، بل وتم الإعلان على برنامج مهرجان كارتاج الدولي في النسخة القادمة. ما فماش كورونا. عندما يتعلق الموضوع بجماهير الترجي أو بعودة المشجعين للمدارج يكون فما كورونا ويكون الوضع خطير ولا نستطيع السيطرة على الوضع الصحي والكلام هذا. هذا الشيء اللي خلى الجماهير تتعب، اللي خلى جماهير الكورة بصفة عامة في تونس تتعب، لأن كيف ما تعرف نفس مصر بالضبط نسمع عندكم الجماهير هذه تعيش وتتنفس كرة قدم. طبعا الجماهير هذه وقت تمشي للمدرجات هي سند كبير برشا للفرق نتاعها، خاصة مع جائحة كورونا برشا فرق أمير اضطرت ماديا معنويا من غياب الجماهير على الملاعب. فلذلك اليوم فرصة ترجي رياضي هو ممثل تونس في البطولة هذه، نصف نهائي ضد فريق القرن في إفريقيا، ضد فريق ولا كيان دائما أسميه كيان كالأهلي المصري كبير برشا. ترجي بحاجة كبيرة للجماهير، وتقدم فعلا الترجي الرياضي التونسي بطلب رسمي للجهات المختصة للمطالبة بحصول على بين قوسين. هل في رد بالخصوص ده طلقات ترجي بشكل رسمي ولا لسه؟ لا، هو الطلب تقدم على 12000 او 13500 اخر الاخبار اللي تجيني انا من مصادري اللي يمكن لربما سيتم الموافقه على 5000 فقط، لربما ما فهمش حتى شيء مؤكد ولكن الامور ماشيه ان شاء الله في حضور جماهير الترجي في المقابله هذه. طيب كيف تتناول وسائل الاعلام التونسيه هذه المواجهه المرتقبه بين الفرقتين، وكيف تتناول كمان حظوظ كل فريق في التاهل للمباراه النهائيه يا امير؟ الإعلام الرياضي التونسي احنا عنا متابعين جدا كل أخبار الأهلي المصري، يعني نجم نعطيك حتى على محمد أجدي أفشة اللي سيكون حاضر في المقابلة هذه بنسبة كبيرة برشا، مع غياب محمد هاني، مع عودة علي معلول وبضع غيابات أخرى في الأهلي. الإعلام الرياضي التونسي مركز برشا في الفترة الأخيرة كذلك على غيابات الأهلي. ما يخفيش على الجميع، صحيح الأهلي فريق عظيم وفريق كبير برشا وفريق موش سهل، فريق بطل إفريقيا نحكيه عليه متاع النسخة الأخيرة، وسيواجه الترجي بشخصية البطل وسيحاول المحافظة على لقبه. ولكن الأهلي بالنسبة لوسائل الإعلام التونسية أو الإعلام الرياضي التونسي، الأهلي 2021 مش الأهلي 2018-2017 صحيح، ولكن الأهلي يبقى الأهلي المصري. بالنسبة للمقابلة أنا قلت يمكن برشا في مصر يمكن أو في تونس ما ترقوش النقطة مهمة جدا اللي هي الترجي الرياضي التونسي أول مرة سيواجه الأهلي المصري بنظام الذهاب في تونس والإياب في مصر. تمام. نحكي على الأدوار المتقدمة. تواجهوا الذهاب في تونس والإياب في مصر مرة وحيدة، كانت عام 2011
انتهى وقتها الذهاب في دور مجموعات دوري الأبطال بانتصار الترجي 1-0 في تونس، والعودة في القاهرة وفات مقابلة بالتعادل 1-1. نفس الشيء بالنسبة للزمالك المصري في دور مجموعات الموسم الحالي، الترجي لعب مقابلة الذهاب في رادس والإياب في مصر. فإذا الترجي هذه نقطة مهمة برشا، على خاطر الترجي عادة في الأدوار السابقة يمكن في العشرين الأخيرة يلعب عادة الذهاب خارج أرضه والإياب في تونس. طيب أمير، آخر سؤال هسألك فيه وعايز رد سريع بخصوصه، هو فيما يتعلق بالشكوى اللي قدمها خماسي الترجي بخصوص المستحقات، احنا كنا سمعناها وتقارير سمعناها من خلال الاعلام التونسي، اخر التطورات في الملف ده تحديدا ايه، وهل الشكوى اللي زي دي مثلا ممكن تاثر على اللاعبين وعلى فريق الترجي في مباراتي الاهلي ولا لا؟ انا على مسؤوليتي امير ناكد لك معلومه مهمه برشا بحسب مصادر المقربه من الجامعه التونسيه لكره القدم تمام. ومن اداره الترجي الرياضي التونسي، كل ما قيل عن تقديم خماسي للترجي لشكوى ضد الفريق مجرد اشاعه ما حصلش اصلا يعني ابدا ابدا. واللاعبين حتى في الحصه التدريبيه شفنا الصور اللي امنهم زميلنا احمد مدو تمام. من اداره الترجي في الهيئه الاعلاميه للترجي الرياضي التونسي، ردوا اللاعبين هذوما الخمس لاعبين ردوا على الاشاعات هذه بصور على شعار الترجي الرياضي التونسي تمام. الامور على العال، نعرف الحرب الاعلاميه موجوده في كره القدم في العالم مش لكن في المقابلات هذه، ولكن اكد لك ما فماش شكوى من اي لاعب في الترجي الرياضي التونسي ضد الفريق. تمام يا امير، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكانت مداخله قايمه وسريه جدا بالمعلومات المهمه. الصديق العزيز امير بوكا الاعلام التونسي الاعلامي التونسي الكبير كان معنا على الهواء مباشره من خلال سكايب، واتكلمنا عن تفاصيل استعدادات الترجي لمباراه الاهلي يوم السبت باذن الله، وكانت مداخله مهمه. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل ناخد اخر فقرات حلقه الترند النهارده. يلا يعني لفتة أكثر من رائعة من بعض جماهير النادي الأهلي، ومعهم طبعا الفنان الأهلاوي الكبير بيومي فؤاد، ويعني حيه مؤمن بشكل كبير في إحدى المطاعم، وفيديو مهم جدا ومؤثر جدا ويفرق قوي مع مؤمن بشكل معنوي مطلوب. بالمناسبة مؤمن حالته في تحسن مستمر، طمنت على اللعب من بعض الأيام السابقة كده والأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد، يا رب يرجع بألف مليون سلامة لناديه ولجمهوره بإذن الله تعالى. طيب خلينا كمان نروح ناخد تفاعل جمهور الأهلي وعلى سؤال حلقة النهاردة تحديدا، وهو اللي بيتعلق بأفضل هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي. أنا عارف هيطلع أي أفضل هدف بصراحة، بس خلينا نشوف تفاعل. جاهز يا جماعة معنا؟ طيب عقبال ما يجهز يعني تعليقات جمهور الأهلي بخصوص سؤال الحلقة. فطبعا مباراة الأهلي والترجي من ضمن كلاسيكيات الكرة الأفريقية بكل تأكيد، ومباراة بيترقبها أو بتترقبها القارة كلها، لكن خلينا ناخد التفاعل بخصوص الجمهور ونبتدي بمحمود أحمد ناصف، واللي قال هدف سعيد عبد الحفيظ. طبعا هو أنا كنت متوقع هدف كان فظيع يعني حاجة جامدة جدا، بس هو ما كانش في 2006 بالمناسبة، هو كان في 2001 يا محمود. طيب خلينا كمان نروح لعادل الأحمدي، واللي قال أكيد هدف كابتن سيد عبد الحفيظ كان هدف قاتل. ماشي اللي بعده، الخال عوض قال هدف سيد عبد الحفيظ ويليه هدف وليد سليمان، وكمان نورة قالت هدف معلول وهدف كابتن سيد عبد الحفيظ. عبد الرحمن السيد قال هدف وليد سليمان وفي استاد رادس، واللي خلصت المباراه بنتيجه 2-1 طبعا كان في 2012 والاهلي فاز فيها باللقب. كمان عمرو قال هدف اجاييه من عرضيه معلول 2-1 في رادس. طيب ايه تاني؟ خلينا نروح لمحمد مصطفى، واللي قال هدف علي معلول من ضربه حره. كمال عبد العال قال جده، وروان عصام قالت هدف وليد سليمان. انس عاشور قال هدف اجاييه من عرضيه معلول في 2071، لا مش 71، 2017 طبعا.
طيب خلينا كمان نروح لمصطفى كابو، هدف الحاوي وليد سليمان في رادس طبعا، وعموري ستايل قال وليد سليمان في 2017 الهدف الثاني اللي جابه في او اللي جاب وليد سليمان في مرمى الترجي. طيب يعني دي كانت بعض التفاعلات وبعض تعليقات جمهور الاهلي بخصوص سؤال حلقه النهارده واللي بيتعلق باجمل هدف في تاريخ مواجهات الاهلي والترجي. طبعا هو اجمل هدف من وجهه نظري طبعا مباراه او هدف كابتن سيد عبد الحفيظ هناك في تونس في 2001، كان هدف اكثر من رائع وهدف تاريخي، ومن خلاله تاهل النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله المباراه اللي جايه يكون فيها اهداف احلى في شباك الترجي باذن الله من خلال النادي الاهلي ونتاهل للمباراه النهائيه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.